14 موقع إرهابي داخل غزة. وهذا كان التوب بالنسبة للفلسطيني، إنه يعني هاي مصر ولا يعني إحنا إلنا سنة مش عارفين نتخبط إنه الثورة المضادة طلعت ولا ما طلعتش. ولا يعني للأسف الشديد كان في هناك جزء من الناس في غزة اللي طلعوا انبسطوا إنه السيسي مثلا وبده يخلصهم من الإسلاميين وهيك. هذول بعض من الناس اللي أعطوا شوية أمل، بس طبعا الغالبية كلها قالت إنه هاي مرحلة وحقبة جديدة لمصر رح تغرق فيها بقمع الحريات وكل الأشياء. وبالتالي شيطنة الفلسطينيين انعكست على يعني إنه ما فيش أي تضامن مصري، يعني باستثناء بعض طبعا التضامن الشعبي المصري لطول الوقت يعني. وهو كمان شيطنة الفلسطيني كانت طول الوقت من أيام السادات يعني، اللي استمرت كخطاب ضد الفلسطينية والناس هذولا يعني مش مقاومين، الناس هذولا باعوا أرضهم، الناس هذولا بقوا مش أرض، والناس هذولا يعني كل الأشياء اللي كانت تتردد طول الوقت. للأسف التلفزيون الإسرائيلي زي ما قلت كان كل يوم في عنا محطة معاً اللي بتبث مباشرة من التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية والعاشرة عشان يكون على أبديت يعني مع شو عم بتناقشوا الإسرائيليين. كانوا يومياً أنا كنت أشوف بجيبوا كوتس من حكي عكاشة للأسف وكوتس من الصحف بالعربي وبتم ترجمتها للعبرة للرأي العام الإسرائيلي، إنه شايفين كيف المصريين هم بدهم إيانا نقضي على الإرهاب، بدهم إيانا نقتل الفلسطينية اللي هم إرهابيين واللي هم قاعدين بضربوا الإسرائيليين. كمان استخدموها في شيء عملوه هاشتاج للإسرائيليين، كمان لما بحطوا فيديو صغير إنه الإسرائيلي حرام مع 15 seconds before the attack، يعني كأنه الإسرائيلي معه 15 ثانية عشان يقدر يعيش ولا يموت. بالمقابل طبعا الناراتيف الفلسطينية طبعا ما هي ما فيش حتى 15 ثانية تبعتهم، يعني عندك صاروخ استطلاع صاروخ تحذيري وبعدين F-16 بتضيع كل اللي في البيت. وبالتالي هذا هو السياق المصري، يعني انه للاسف نفس الاكشن حتى الاسرائيليه، يعني كان في الاخبار يقولوا المصريين قاعدين بيهدموا في انفاق على حدود غزه، الاسرائيليين نفس الشيء قاعدين بيهدموا او بيحاولوا يهدموا الانفاق على حدود فلسطين التاريخيه اللي هو 48 اللي هو على حدود بيت حنون والمناطق الحدوديه او شرق غزه عند الشجاعه. وبالتالي هذا هو السياق العربي اللي هو عمقنا او عمق المقاومه اللي كانت تعتبرها غزه عمق للمقاومه وعمق للقضيه الفلسطينيه. وانا اول مره اجيت فيها على مصر بعد الثوره كنت لما رحت قدمت انبسطت كثير، رحت اقدم للفيزا كان ممنوع الفلسطينيين يدخلوا على مصر، رحت قدمت كنت في شيكاغو وقال لي طبعا رح نوافق لك دي فلسطين ما بمصر. فانا يعني كنت مش مصدق انه معقول الخطاب الرسمي هالقد تغير 180 درجه. فللاسف طلع مش متغير يعني طلعت يعني، بس اكيد رح يتغير في يوم من الايام يعني. هاي كلها تراكمات نضال ومش ممكن يعني يضل الوضع كما هو عليه. الان هل المقاومه طبعا واجت فتره العدوان على غزه طبعا اللي خلف طبعا يعني تقريبا 2000 شهيد، اكثر من 9000 جريح، في عندك 25000 بيت تم استهدافهم بصواريخ الاسرائيليه، منهم 5000 بيت لحاله غير قابل للمعيشه يعني حتى للترميم يعني مهدم كامل. في عندنا 450000 فلسطيني شردوا displaced يعني طلعوا من بيوتهم وشردوا وحاليا في مدارس اليو ان. في عندنا 88 مدرسه حتى تابعه لليو ان تم استهدافها واللي بتحوي 152000 طالب فلسطيني المفروض يدخل عليها في سبتمبر للمدارس. وفي عندنا 6 جامعات فلسطينيه تم استهدافها بشكل مباشر كمان، والمفروض 150000 طالب جامعي فلسطيني يروحوا عليها. وفي عندنا استهداف مباشر لكل ابار المياه في غزه لمحطه الكهرباء اللي بتمول تقريبا نص السكان في غزه اللي هم 1,800,000 فلسطيني. فحاليا الكهرباء اذا بتيجي على مواقع بتيجي بالماكسيموم 4 ساعات يوميا. هذا كل الوضع الانساني والوضع اللي خلفه طبعا
الأهم من هذا كله واللي رفع معنويات طبعاً الضفة وغزة بأنه الخطاب الرسمي الفلسطيني أخيراً بدأ يتغير. فبنشوف مثلاً الرئيس between brackets يعني هيك أنه الرئيس عباس بيطلع بحكي طول الوقت كان يطلع يحكي عن الصواريخ العبثية ويطلع يحكي أنه مش ممكن يصير انتفاضة ثالثة فلسطينية على جثة بتصير. كان دايماً هذا هو الخطاب لإله وهو وإيمانه القاطع بأنه المفاوضات هي الحل الوحيد للشعب الفلسطيني. بيطلع بيحكي عن المقاومة بيطلع بيحكي انه لدين المجازر وانه لازم الامم المتحدة يعني طبعا خطاب ركيك لا يرتقي لمستوى الحدث في غزة. بس كمان اذا بنشوف كمان بيطلع عبد ربه اللي هو في يوم من الايام كان يعني حاضن لجنيفا انيشيتيف اللي هي مبادرة جنيفا اللي بتحكي عن تبادل اراضي وبتحكي عن تنازل عن حق العودة. بيطلع بيحكي عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وكل طبعا أول أسبوع من العدوان على غزة ما كانش في أي تصريح رسمي لا من رئيس ولا من أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية ولا من أي حدا رسمي فلسطيني. بعد أسبوع لما حسوا أن المقاومة بدأت تضرب في العمق الإسرائيلي وتوصل لتل أبيب وتوصل لمطار اللد وتوقف الملاحة الجوية الإسرائيلية ونص الشعب الإسرائيلي في الملاجئ والاقتصاد الإسرائيلي وقف وما فيش أنشطة خارجية ما فيش حياة يومية شوارع فاضية في صواريخ وصلت لا ما بعد حيفا. كان هناك بدأت الخطاب الرسمي يتحول إنه لا ممكن يكون في أداة تانية غير التفاوض العبثي اللي ممكن المقاومة تؤتي اللي هو مطالب للشعب الفلسطيني واللي هي طول الوقت كل الفصائل المعارضة لأوسلو زي حماس الجهاد الإسلامي الجبهة الشعبية وجزئيا الجبهة الديمقراطية كانوا طول الوقت بيحكوا إنه خيارنا هو المقاومة بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة وبكل الطرق. فهذا كله تحول للخطاب الفلسطيني وانا بعولش عليه بالمناسبه لانه ممكن يكون لحظي لسه يعني. بس تشكيله الوفد المفاوض فيما بعد الشيء المبشر بالخير انه كانت تضم كل الفصائل السياسيه من الجبهه الشعبيه للجهاد الاسلامي لحماس للحزب الشعبي والحزب الشيوعي للجبهه الديمقراطيه. وهذا بحد ذاته توحيد للخطاب الفلسطيني وتوحيد تحت مطالب اللي هي السقف الأعلى للشعب الفلسطيني اللي هو المقاومة. وطبعاً أنا بقول إنه المكسب الوحيد لنا إنه كان في حاضنة كاملة شعبية جماهيرية للمقاومة الفلسطينية. يعني إذا بنلاحظ في 2009 في حرب 2009 وفي حرب 2012 كان دائماً في جزئين من الخطاب، في جزء مع المقاومة وفي جزء اللي ما كانتش واضحه كتير وفي جزء اللي بيقول انه حماس مسيطره على غزه، حماس نهبت غزه اقتصاديا وهي اللي بتتاجر في غزه، بتتاجر في دم الناس وهي اللي قيادتها مخبيه والفلسطينيين قاعدين بموتوا لحالهم وهم قاعدين بيسترزقوا من وراء الانفاق وتجاره الانفاق وكل اللغط السياسي هذا اللي كان منتشر. بالحرب هلا في الوقت الحالي طبعا مع خطف الجندي وخطف مزيد من اظن الجنود القتلى لسه مش عارفين وقتل اللي اعترفت فيه اسرائيل اكثر من 60 جندي او ضابط هو اكثر طبعا حسب الروايه الاسرائيليه وحسب كثير من الكتاب الاسرائيليين السياسيين كتبوا انه اكثر من 200 مات يعني انه العدد هذا قليل جدا بس عشان الراي العام الاسرائيلي. وبالتالي إذا المقاومة نشحت ولا لا في غزة؟ طبعا نشحت وضربت العمق الإسرائيلي وكانت المرة هاي بحاضنة جماهيرية شعبية فلسطينية بالضفة طلعت. يعني أنا مشهد يوم خطف الجندي وأنا برام الله لما بنات لابسين كارت وما لهمش علاقة بكل حماس رافعين علم حماس وماشيين في نص رام الله اللي هي رام الله اللي كنا دائما نقول عنها رام الله البيضاء وايت رام الله اللي هي صارت ماشية مع نيو ليبراليزم ومطاعم وخطاب الليبرالي وبعدك شوي يعني عن الفعل المقاوم. لما بتطلع الناس كلها الجماهير هاي في الشوارع في رام الله وبتشيد بالعمل المقاوم في رام الله في غزة هذا بحد ذاته استعادة للوعي الجمعي الفلسطيني، استعادة
الفعل المقاوم الفلسطيني واستعاده لقوتنا واستعاده اعتبار لانه لا في عندنا خيار ثاني قوي اللي هو خيار المقاومه مش المفاوضات، اللي دائما كان الوفد الفلسطيني والخطاب الرسمي بيقول انه احنا حسب موازين القوه ما فيش عندنا القوه انه احنا نوقف في وجه يعني واحد من الجيوش القويه من اكبر الجيوش العالميه قوه اللي هو من 10 جيوش من اول 10 جيوش في العالم. لا هذا اثبت ضعف الجيش الاسرائيلي اللي هو وقال انه لا المقاومه بتقدر بفعلها المنظم. وطبعا الشيء كمان اللي ببشر بخير انه مش بس حماس اللي كانت في الميدان، كانت كتائب المقاومه كامله مع بعض اللي هو كتائب الشهيد ابو علي مصطفى وحماس وسرايا القدس والمقاومه الشعبيه تبعت جبهه القطير كل مع بعض، وبالتالي خطاب سياسي الان موحد تحت سقف مطالب المقاومه، ومقاومه على الارض بتقول انه اذا اتنزل اذا ما اعطيتوناش المطالب تبعتنا احنا جاهزين على الارض لحرب شوارع. بس الجيش الاسرائيلي يعني ياخذ شويه الجرأة انه يدخل على شوارع غزه، وهذا اثبت طبعا في بدايه الجراوند انفيجن هو التوغل البري في غزه اللي طبعا اثبت عدم نجاحته لانه حاولوا يتوغلوا في غزه من ناحيه الشرق اللي هو من ناحيه الشجاعيه ما قدروش. طلعت المقاومه حافره كل الانفاق من تحت الجيش الاسرائيلي، وعشان كده قدروا يخطفوا الجنود لانه ابو عبيده اللي هو هلا اذا بتعمل سيرفي عند الشعب الفلسطيني بقول لك مين بيمثلك، بقول لك ابو عبيده يعني، بس احنا ما بنسمعش الا له سواء في رام الله في الضفه اللي هي الخطاب الرسمي فيها في كل الضفه او في غزه، بقولوا احنا بس بنسمع لهذا الشخص انه ايش بحكي. قدروا يخطفوا، قدروا يبنوا يعني الاسرائيليين اكتشفوا واحد من الانفاق اللي هو كان موصل لوحده من المستوطنات داخل العمق الاسرائيلي. وبالتالي هم لما اكتشفوا انه ما بيقدروش يدخلوا لانه ابو عبيده كان بيقول انه رح تتحول الرمال تبع غزه لرمالين، وعشان هيك هم ادركوا تماما في اول ايام التوغل البري انه هم مش قادرين يدخلوا على مناطق سواء بيت حنون لانهم هدوا يعني تقريبا هدموا نص منطقة بيت حنون عشان يقدروا يتوغلوا، ما قدروش يتوغلوا من منطقة الشمال اللي هو من عند معبر إيرس ومن منطقة الشرق اللي هو من عند معبر الكارني اللي هو الشرق عند الشجاعية والأحياء الشعف والمناطق اليونانية. الآن هل المقاومة حققت؟ طبعا حققت، يعني حققت الجزء المطلوب منها وفق الامكانيات تبعتها، حققت انتصار مش بس ملموس بانه قتلت جنود، انتصار للوعي الفلسطيني واعاده الاعتبار للنراتيف المقاومه الفلسطينيه، اعاده الاعتبار لخيار المقاومه الفلسطينيه من ثاني بعد 23 سنه من تجريف الوعي وتجريف اللي هو إيمان الفلسطيني بقوته وبمقدرته على اللي هو الحق الهزيمة بالعدو الصهيوني. إذا الإسرائيليين انهزموا أو هاي طبعا مع كل التكنولوجيا تبعتهم إذا ما كانش في عملاء على الأرض مش ممكن يحققوا بدهم إياه، وواضح إنه حركة المقاومة الفلسطينية العسكرية في غزة كانت مفتحة عليها كثير منيح وكانت مراقبة كثير العملاء اللي موجودين، وحتى تم اظن استجواب واحد من الوفود تبعت جمعيه الهلال الاحمر الاماراتي لانه شكوا انه جزء من الوفد جاي ياخذ معلومات استخباريه من عن طريق مستشفى الشفا والمناطق المحيطه، لانهم هم شاكين طول الوقت انه جزء من القياده الفلسطينيه متخبيه تحت المستشفى او جنب المستشفى، يعني من المواضيع. الاسرائيليين طبعا كانوا معلنين هدفهم انه بالجرف الصامت انه القضاء على المقاومه الفلسطينيه، التوغل في كل غزه وتجريد المقاومه من اسلحتها وخلص اعاده السيطره على غزه من جديد. وطبعا بعد اسبوع لما حسوا ب الورطه داخل غزه هم قالوا لا احنا هدفنا بس هدم التانلز اللي هي الانفاق الموجوده حوالين غزه، لانه هاي من خلالها بيتم تهريب المقاومين وتهريب الاسلحه والدخول لاسرائيل والعمق الاسرائيلي، وبالتالي
هم لا حققوا هذا ولا حققوا هذا مع كل التكنولوجيا اللي عندهم اللي ممكن عن طريق الساتلايت تبين كل التنلز، هم ما قدروش حتى يلاقوا التنلز الموجودة بين الأنفاق الموجودة بين فلسطين 48 وبين غزة. وبالعكس أثبتت فشلها وفشل العملية العسكرية كاملة، وضحضت اللي هي مقولة إنه الجيش الإسرائيلي هو جيش لا يقهر ومن أقوى 10 جيوش في العالم، وطبعا الهدنة الحالية هي لا التفاوض على كل مطالب المقاومة اللي هي بتتمثل بفتح معبر إيرز وفتح معبر رفح بشكل كامل، لا بشكل إنساني للحالات الإنسانية ولا للحياة الطبيعية، يعني إنه تعيش غزة بشكل طبيعي بكل المعابر المفتوحة، بناء الميناء من أول وجديد وبناء إعادة بناء المطار عشان يتمكن الناس من السفر، وإعادة إعمار غزة وتحويل كل الحالات الحرجة برا يتمكنوا منها، وكمان إطلاق سراح كافة الأسرى اللي تم تحريرهم من خلال صفقة شليط بالمرحلة الأولى والثانية، وبدء المحادثات على إطلاق باقي سراح الأسرى المعتقلين اللي هم عددهم تجاوز 5000 في سجون إسرائيل. وشكرا، وإذا في أي سؤال أنا جاهزة للجواب. التأثير الاقتصادي كمان، يمكن موضوع قوة الردع على الصواريخ الفلسطينية كانت هاي بالنسبة للإسرائيليين الصدمة الكبرى، إنه 31 يوم من قصف بري وبحري وجوي على غزة لم توقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية، وبالتالي موضوع اللي هو الترويج للقبة الحديدية اللي كانوا مراهنين انهم يسوقوها على مستوى عالمي فشلت، وكان في خبير استراتيجي كاتب مقاله كامله على انه عدد الصواريخ اللي تم انزالها او اسقاطها من الصواريخ الفلسطينيه كان عددها لا يتجاوز 5%، يعني باقي كل الصواريخ اللي طلعت من غزه على اسرائيل كلها نزلت في الاماكن اللي كانت موضوعه فيها. يعني انا شخصيا وانا برام الله كان دائما زي كيف مدفع الافطار بالضبط على موعد اذان المغرب كان في صفارات الانذار كلها بتطلع في كل المستوطنات اللي حوالين رام الله وبين رام الله والقدس، يعني القدس بعيده عن رام الله 10 دقائق، فانت تماما بتعرف انه تسمع الصوت، يعني في بعض الصواريخ كنا نسمع صوت الدب لما ينزل الصاروخ على المجمع المستوطنات في ادوميم او في مناطق جنب القدس. وبالتالي الترويج لفكرة انه جيش النخبة والجيش القوي والجيش هاي اعطت شعور بعدم الامان لدى الصهيوني، هذا واحد. اثنين، هذا فتح باب نقاش جدي انا يعني جزء منه حضرته على التوك شوز اللي بجيبها تلفزيون معن وبتلفزيون يعني من التلفزيونات الاسرائيلية وبترجمها ناصر اللحام طول الوقت، انه جدوى رفاهية الجيش الاسرائيلي، انه في عنا جيش اسرائيلي كيف احنا لما بنفتح نقاش عن العسكر هون وقديش باخدين جزء من الموازنه بالبلد وغير قابل للنقاش وفي رفاهيه وكل الشغلات هاي، لسه الجيش الاسرائيلي مرفه بكل المزايا اللي عنده اكثر من اي مواطن اسرائيلي، وبالتالي هذا فتح باب نقاش انه اذا عنا جيش مرفه بالرفاهيه هاي وكل الامتيازات اللي عنده وكل الاشياء اللي معطيها ولم يوقف يوما ما طوال ال 31 يوم اي صاروخ فلسطيني عن المناطق الثانيه. طبعا المركز الاقتصادي الاساسي لاسرائيل هو تل ابيب، كانت تقريبا ما فيش حركه زي حظر التجول، تقريبا ما فيش اي نشاط اقتصادي، ما فيش اي نشاط سياحي، وبالتالي هو ضرب لكل المركز الاقتصادي اللي هو مربوط في كل المراكز الاقتصاديه الامبرياليه برا، وبالتالي هاي خساره فادحه لهم. يعني زائد الشيء الاساسي بالنسبه لهم اللي هو شعور المواطن الاسرائيلي بالامان وجدوى بقائه، اذا بملك جنسيه ثانيه جدوى بقائه باسرائيل كبلد يعني اللي ممكن يستمر يقعد فيها، فهذا طبعا فتح كثير نقاش على موضوع الامن وموضوع جدوى الجيش الاسرائيلي وقوته وقمعه للمقاومه الفلسطينيه وكل الاكذوبه سموها عن الجيش الاسرائيلي. الشيء الثالث كمان
فتح نقاش طويل على قديش استنهض قوى عالمية لا تتضامن مع فلسطين المرة هاي، يعني المظاهرات اللي صارت في بريطانيا، يعني سواء على مستوى رسمي أو مستوى غير رسمي. على مستوى رسمي طرد سفرة في فنزويلا، استدعاء سفرة في الأرجنتين، طردها في البرازيل، في أكثر من دولة في أمريكا اللاتينية، زائد وقف معاهدات عسكرية بين إسرائيل وبين أسبانيا، بريطانيا، أكثر من دولة توقفت خلال الحرب على غزة. وبالتالي هذا كمان حط علامة استفهام على جدوى إعطاء إسرائيل أسلحة أكثر، أو جدوى وجودها يعني يعني وجود إسرائيل كمجرم حرب في المنطقة المرة هي حطها على المحك. كمان التقارير تبعت مجلس حقوق الإنسان، وبداية رفع في مجموعة من المغاربة اللي عندهم في جنود إسرائيليين يحملوا الجنسيات المغربية، رفعوا قضايا على الجنود هذول، اللي هو واحد منهم مسؤول المنطقة الجنوبية اللي هي غزة والنقب، رفعوا عليه كمجرم حرب، وبدوا يلموا يعني يجمعوا أدلة على أنه يرفعوها للهاي. وهذا بحد ذاته بداية إجراءات عملية ضد الجيش الإسرائيلي وضد يعني ناس بالأسماء يعني. فهي كمان بالنسبة لهذا كمان بدأ يفتح يعيد فتح نقاش حول جدوى أنه السلطة الفلسطينية لازم هلا تروح لمحكمة العدل الدولية لهاي بملف كامل عن الجرائم اللي صارت في غزة، مش بس في 2014، كمان 2012 و2009، لا تقديمها لا كمجرم حرب للهاي، زائد التوقيع على وثيقة روما اللي هي بتعطيها هاد الصفة القانونية. وعشان هيك الإسرائيليين حتى من خوفهم بدوا يفكروا بإجراءات قانونية استباقيا بانه يعتبروا غزه كيان معادي عشان يتملصوا من انه هم كوميتد لجرائم حرب في غزه. فهذا بحد ذاته كله يعني ببين قديش في تخبط رسميا وفي الشارع الاسرائيلي. بالنسبه للمظاهرات اللي داعيه لوقف الحرب، كانت مظاهرات بخجل وصغيره جدا لا تتجاوز المياه، وتم ضربها والاعتداء عليها في نص تل أبيب، وكلهم لا يتعدوا 200 او 300 شخص يعني، واللي هم جزء من حركه السلام الان اللي كانت بالالاف تكون في الشوارع يعني. وجزء منها انه اوقفوا الحرب على غزه لانه صورتهم في العالم اهتزت، لانه لسه ما لحقوش يرمموها من بعد 2009 وال 2012، لانه كان الخارجيه الاسرائيليه عملت خطه كامله متكامله من بعد حرب 2009 وال 2012 لاعاده ترميم علاقتها مع الاعلام الغربي والمؤسسات الانترناشونال واللقاءات مع القناصل، ويعني بدايه ترميم علاقتها. بس طبعا هذا زاد البي دي اس في امريكا اللي عمرنا ما كنا نحلم انه يكون فيها بي دي اس. مجلس الكنائس الاعلى اعلن بالكامل موافقته على مقاطعه اسرائيل اقتصاديا. في عنا المقاطعه الاكاديميه، عدد كبير من الاكاديميين الامريكان بمؤسسات اكاديميه كان معروف انه مسيطر عليها صهيونيا، هي قدروا من خلال مجالس البوردز تبعتها انه يقدروا ياخذوا قرار بالموافقه على البي دي اس ومقاطعه اسرائيل. طبعا كمان جزء من الجامعات الامريكيه حاليا اعتبروا انه مش بس انك تروح على اكستشينج بروجرام على فلسطين هو خطر، لا كمان انك تروح على اسرائيل، لانه هن فتره من الفترات كانوا مانعين كلا الطرفين، يعني ممنوع الطلاب الامريكان يروحوا على فلسطين، جامعات فلسطين او الجامعات الاسرائيليه، لانه هي منطقه حسب الخارجيه الامريكيه هي منطقه خطيره. ما بعد 2010 هم فتحوا الباب للطلاب الامريكان انهم يروحوا ببرامج التبادل، يروحوا على الجامعات الاسرائيليه بس مش على الجامعات الفلسطينيه، مع انه لما بكون في خطر عند فلسطين هو سبب اسرائيل، واكيد اسرائيل راح تكون هي الخطر يعني. وبالتالي حاليا بدوا رجعوا انه ممنوع الطلاب الامريكان حتى يروحوا على لا على الجامعات الاسرائيليه ولا على الفلسطينيه.